تعرف مدينة الخليل بعراقتها وتجذر أهلها بها، ولعل هذا الشيء أعطى بعض المواطنين دافعاً لكي يعيدوا إحياء أشياء اندثرت ونسيها جيل اليوم بطريقة جديدة. هي أكلة تراثية قديمة كانت موجودة من حوالي يمكن 30 أو 40 سنة ماضية في الخليل، لكن بمرور الوقت والتطور اللي صار عندنا في حتى في موضوع الأكل تحديداً أدى إلى انقراض هاي الأكلة من الشارع الخليلي اللي هو أصل هاي الأكلة. طبعاً الحمد لله رب العالمين، من صغري تعلمت عمل المبسبس من ستي. المبسبس هو أكل حلو، يعني من المكونات الرئيسية في السمنة والسكر. هذه الأكلة الخليلية القديمة أعيدت من جديد لتكون مصدر رزق لشاب يبحث عن طريقة تجذب أنظار المتلهف إلى عبق الماضي إليه بغلاف الحاضر. زمان كان موجود المبسبس في الدور، ولكن ما كان في حدا يبيعه اصلا. ففكره انه انا اقوم بعمل عربه لبيع المبسبس، يعني ما بعرف، يمكن الظروف الموجوده عندنا في المجتمع، يعني كوني طالب وبدرس وحابب اسس حالي بنفس الوقت، فدائما ببحث عن كنت ابحث عن فكره حتى انا اعيل نفسي، ما انتظر والدي وما انتظر غيره او غيرته. المجتمع عندنا والمعيشه بشكل عام في هذا البلد مش سهله. عندما تولد للإنسان فكرة فالغالب أن تواجه الكثير من العقبات والصعاب في تقبلها عند البعض ويستسهلها الآخرون، لكن هذا الشاب اختار أن يتابع مشوار فكرته ويدفع بعجلتها لتصل إلى ما يبتغيه فؤاده ويفاجئ بها الجميع. يعني كانت صدمة للبعض، والبعض كتير انبسط وكتير فرح، وأكثر شيء أنا أفرحني حتى اللحظة هو أنه الحمد لله رب العالمين سيكتب في يوم من الأيام في تاريخ الخليل بأنه أنا أول من أحيا هذه الأكلة التراثية في الشارع الخليلي اللي هو أصل هاي الأكلة. الإبداع والإصرار على النجاح والاعتماد على النفس تجسد هنا، حيث جعل هذا الشاب الأكلة الخليلية القديمة والتي يفتقدها الكثيرون مصدرا لرزقه وقوت يومه. لبرنامج هوانا الوطن، علي الجعبي، فضائية النجاح، الخليل.